يا صباح الخير، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. دي النهارده هعمل لكم مقارنه بين مرطبات سيرافي اللي انا جربتها، سواء الكريم او اللوشن الليلي او اللوشن العادي، وهقول لكم الفروقات اللي بينهم وكمان المكونات، وكمان هقول لكم كل نوع مناسب لمين اكتر عشان تعرفوا تختاروا النوع المناسب ليكم. اول حاجه هبتدي بيها هو اللوشن الليلي، وعلى فكره ممكن عادي تستخدموه بالنهار بس تحطوا بعده سان سكرين، وده اسمه فيشال مسترايزنج لوشن فور نورمال تو دراي سكين، ومخصوص من البشره العاديه للبشره الجافه بس، هو كملمس وقوام وكل حاجه. انا شايفه انه هيناسب اكتر البنات اللي بشرتها دهنيه ومختلطه وعاديه جافه لا ضعيف، وكمان هيناسب اكتر البنات اللي بشرتها دهنيه ومختلطه لان فيه نياسيرامايد بتركيز عالي، وهنزل لكم المكونات. ولو اخدتوا بالكم اول حاجه معانا الميه، بعدها الجليسرين، على طول النياسيرامايد، وفيه مرطب كحول مرطب، وبعده على طول السيرامايد بالتلات انواع. فاللي بيميز المنتج ده ان السيرامايد اللي فيه بتركيز اعلى، النياسيرامايد اللي فيه بتركيز اعلى، هيرونيك اسيد بتركيز اعلى. بس لو اي حد في نفس الوقت ده عشان في النياسيناميد، فتخلي بالك لو انت في الروتين مدخله منتج فيه النياسيناميد فوقتها مش هيكون مناسب ليكي، لانك كده هتعلي تركيز النياسيناميد في الروتين بتاعك، فده مش هينفع مع حد مدخل في الروتين بتاعه سيرم فيه النياسيناميد. كمان مش هينفع مع حد بيتحسس من النياسيناميد، كمان مش هينفع مع البنات اللي بشرتها بتجف، مش هيديك الترطيب المناسب، لان النياسيناميد بيوازن الدهون فبيقلل شويه افراز الدهون في البشره، فده بيكون حلو اكتر في الصيف. قوامه زي ما انتم شايفين، قوامه ماسك نفسه اكتر، وقوامه مايل للون الفاتح زي ما يكون كده جيل كريم اكتر من انه لوشن. يعني هوريكم ده اللي لوشن عامل ازاي. بصوا على القوام ده وخلوا بالكم، بصوا شايفين، وهيبتدي القوام نفسه يتحرك. ده الفيشال مسترايزنج لوشن، وده اللوشن العادي. بصوا قوام لوشن كده ومائي بيتحرك اكتر، لوشن بس ماسك نفسه، وده لوشن مائي اكتر، بيته اكتر في الصيف، ترطيبه في الصيف حلو ومناسب للصيف ومناسب للبشره الدهنيه والمختلطه. كمان بتحس بتاثير النياسيناميد، فعلا بيوازن الدهون في البشره. كمان قبل الميك اب حلو جدا، بيوازن برضو افراز الدهون. فمن الحاجات الخفيفه اللطيفه لو عايزه حاجه، او لو بشرتك متعوده على النياسيناميد وعايزه حاجه يكون فيها النياسيناميد، فده من الحاجات الحلوه. سعره حاليا 200 جنيه وكميته 50 ملي. بعدها اتكلم عن سيرافي مسترايزنج لوشن، وهعمل لكم مقارنه بين الاثنين. ده فور دراي تو فيري دراي سكين، ده مفروض انه مخصوص للبشره الجافه الى البشره شديده الكفاف. بالنسبه ليه قوامه خفيف جدا، انا شايفه انه هينفع لجميع انواع البشره ما عدا الجافة قوي اللي هنتكلم عليها بعد كده. بيحتوي على ثلاث انواع من السيراميد وكمان الهيرونيك اسيد، وما فيهوش النياسيناميد، فده كمان هيبقى اوبشن حلو جدا لاي حد بيتحسس من النياسيناميد، مدخل في الروتين النياسيناميد ومش عايز يعلي النسبه، فاللوشن ده برضو هيكون احسن ليه. بالنسبه بقى للمكونات هنزل لكم صوره توضح المكونات، ولو اخدتوا بالكم اول حاجه معانا الميه والجليسرين وكحولات كتير مرطبه ومواد كتير مرطبة، واخر حاجة السيراميد بالتلات انواع، واخر حاجة صوديوم هيرونات. تلات انواع من السيراميد والهيرونيك اسيد جايين اخر مكونات، بس فيه مرطبات كتير مساعدة. لكن النوع ده السيراميد اللي فيه جاي في اول مكونات والمرطبات المساعدة فيه اقل. بالنسبة بقى لتجربتي والفرق بين الاتنين، وانا عارفة في بنات كتير محتارة تشتري اي نوع، ده سعره 270 وحجمه حجمه كبير جدا، حجمه 236 ملي. عايزة اقول لكم بالنسبة للترطيب هما الاتنين مقاربين لبعض في الترطيب، وهما الاتنين خفاف على البشرة، بس ده ترطيبه اعلى من اللوشن. اللوشن ده حاجة كده اخف اكتر، تحس انها بتعمل زي كنترول كده لتوازن البشرة او افراز الدهون. ده في الشتاء ترطيبه احسن من ده، وكمان برضو في الصيف هينفع وخفيف وكل حاجة، بس ده ترطيبه اعلى من ده. ده حلو اكتر لو عايزة مرطب بس يساعد معاكي انه يوازن البشرة او يتحكم في افراز الدهون، فده وقتها في الصيف هيكون احسن، لكن ده في الشتاء احسن. لكن هما الاتنين حلوين جدا وكويسين جدا، وانا شايفة بعد الاسعار ما زادت فانا انصحكم بده اكتر، لان حجمه كبير وكميته كبيرة. ده على اخر نوع، وهو المسترايزنج كريم، واتكلمت عنه قبل كده في ريفيو، وده فور دراي تو فيري دراي سكين، ده مخصوص للبشرة الجافة الى البشرة شديدة الجفاف. هو فعلا مخصوص للبشرة الجافة، ده هيناسب البنات اللي بشرتها جافة عادية بس في الشتاء بيحصل فيها جفاف وقشور،
مختلطه، ممكن لو في الشتاء بيبقى عندك جفاف شديد. نفس المكونات بالظبط، هنزل لكم صوره المكونات، بس الفرق ان ده في ماده الفازلين سابع مكون فيه ماده بتروليه وهي ماده الفازلين، فده بيديك القوام. عارفين القوام اللي هو شويه قوام كريمي، بس مع ذلك مش زيتي ولا دهني، يعني التركيبة بتاعته على قد ما هي كريم برضو. بتوزعي حاجة تقيلة وحاجة بتعمل طبقة على البشرة، بس مش بتعمل زيوت او دهون، يعني مش حاجة زيتية او بتوزعي حاجة هتعملك طبقة زيت. هو بس كل اللي بيعمله بيعمل زي طبقة تغليف للبشرة بتحس بيها، لدرجة انك ممكن بعد شوية لو غسلتي وشك تحس ان في زي طبقة بتتغسل بتنزل في المية، فده كل الفرق اللي بينه. ده انصح بيه جدا اي حد عايز مرطب للجسم، هو للجسم ممتاز جدا جدا، للبشرة الجافة هيكون حلو جدا وهيرطب معاهم. انا عارفة ان في بنات بشرتها دهنية ومختلطة وبتستخدمه وقالوا لي انه حلو معاهم، بس انا شايفة من وجهة نظري ده هيكون احسن ليكم، الا لو عندك جفاف او قشور او عادي التركيبة دي بالنسبة لك كويسة. بس انا بالنسبه لي انا كبشره مختلطه بتميل للجفاف في الشتاء، منتج زي كده هيكون تقيل عليا بالنهار، مش هقدر ارطب بيه بالنهار، وكمان بيعمل زي طبقه عازل كده على البشره، فيكون بالنسبه لي لو حطيت منتجات بعده ممكن يخلي المنتجات دي او الميك اب اللي بعده يتحرك بسرعه. فانا شايفه انه بالليل حلو بعد المواد الفعاله، او لو عايزه مرطب فعلا يرطب كويس، ان ده طبعا اعلى ترطيب فيهم لان فيه الفازلين وفي مرطبات، فده القوام الكريمي طبيعي هيديك الترطيب مكثف واعلى، بس نختار على حسب نوع البشرة برضو نراعي النقطة دي. عن نفسي برضو حبيته جدا، بس بستخدمه عند اللزوم في الاوقات اللي بيكون عندي جفاف شديد او قشور شديدة، او بستخدمه بعد الريتينول او بعد التقشير او بعد اي مادة فعالة، لان الترطيب بتاعه اقوى ترطيب فيهم. ده برضو مفهوش النياسينامايد، فيه بس 3 انواع من السيرامايد والهيرونيك اسيد، فانا شايفه انك تختاري المناسب ليكي على حسب نوع بشرتك. لكم ان النوع ده برضو عجبني جدا وبشرتي ما تحسستش خالص منه، وبيديني ترطيب حلو جدا، وحبيت كمان ترطيبه في الشتاء اكتر من النوع ده. ده كان شويه خفيف قوي عليا في الشتاء، وكمان النياسيرامايد اللي فيه اوقات كنت بحس انه مش بيديني او بيعمل لي شويه جفاف كده في البشره، فده حلو جدا معايا حاليا وكويس جدا، ما حصلش اي مشاكل منه. بس طبعا تقبل المنتجات بيختلف من شخص للتاني. منتجات سيرافي في العموم زي اي منتجات ممكن في اشخاص تتحسس منها، طبيعي جدا هلاقي حد بشرته اتحسست منه. في بنات بعتتلي ان بشرتهم اتحسست من ده وده معاهم كويس، العكس في بنات بعتتلي ان بشرتها اتحسست من المسترايزنج لوشن، لكن الفيشل مسترايزنج لوشن ما عمل لهمش تحسن. اللي معلوش قوي كلام يمكن الكريم، محدش بعت لي انه تحسس منه جدا، ان في حد ممكن يجربهم ويتحسس منهم زي اي منتج، مش شرط ان مفهومش عطر فما يحصلش منهم تحسس، لا، في مكونات تانية ممكن بشرتك ما تتقبلهاش ويحصل منها تحسس، وده عادي جدا. زي ما النياسينامايد في الاساس مكون بيعالج البشرة الحساسة، لكن مع ذلك في ناس ممكن تكون بشرتها حساسة وبتتحسس منه. في العموم انا حبيت جدا مرطبات سيرافي، ما عنديش اي مشكلة معاها وما حصلش منها اي تحسس، وبستخدم كل نوع على حسب احتياج بشرتي، يعني في نوع ممكن استخدمه في الصيف، في نوع بستخدمه اكتر في الشتاء، في نوع بستخدمه لما يكون عندي قشور، بس دي كل الفكرة. كمان فيهم السيرامايد، فدي فرصة ان بيحفز الدهون الطبيعية الموجودة في البشرة لو حد عنده مشكلة في حاجز البشرة، فده يعتبر اوبشن رخيص للبنات اللي عايزه حاجات تعلي السيرامايد، الدهون الطبيعيه اللي بنفقدها بسبب حاجات كتير غلط احنا بنعملها في البشره، فبتؤدي الى ضعف حاجز البشره، فهو بيساعد جدا انك تستعيدي حاجز البشره تاني. كمان في الهيرونيك اسيد، فلو مش هتقدري تدخلي سيرم الهيرونيك اسيد فعندك المنتج ده في الهيرونيك اسيد، فيعتبر زي مرطب وهيرونيك، فوقتها ممكن ما تحتاجيش اصلا الهيرونيك اسيد. نفسي بفضل جدا مرطبات سيرافي خاليين من العطور وفيهم السيرامايد والهيرونيك اسيد، فحلوين جدا لو عايزين مرطب وسعره كويس وكميته كبيره. فطبعا اول حاجه هنصحكم بيها هي سيرافي، بس اختاروا النوع المناسب ليكم وبس كده. وده كان الفيديو، انتوا طلبتوا مني اعمل لكم مقارنه بين الثلاثه عشان تعرفوا تختاروا النوع المناسب ليكم، ولو حابين تسالوا عن اي حاجه اكتبوا لي تحت في التعليقات وانا برد على كل التعليقات. شكرا لكم ومع السلامه.